لقد كان القدر بنا رحيما. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من السادسه. هي يمكن مباراه ما كانتش على مستوى الامال ولا التوقعات، وان كانت النتيجه خلينا نعترف انها كانت جيده الى حد كبير، لكن الحقيقه اللي خدمنا اكتر من تعادل مصر مع غينيا بيساو امبارح هو كان الجوله كلها لم تكن، يعني كل شيء يبقى على ما هو عليه. المباراه او الجوله الرابعه في تصفيات مجموعتنا تحديدا انتهت كلها بالتعادل، سواء جيبوتي مع اثيوبيا المباراه اللي اتلعبت قبل مباراتنا، ثم مباراه مصر مع غينيا بيساو، ثم بعد كده سيراليون الحقيقه قامت بالواجب وزياده وتعدت مع بوركينا. فالست فرق كل فريق خد نقطه، فبالتالي جدول الترتيب لم يتغير، وده في حد ذاته الى حد كبير مطمئن. الحمد لله عدينا المرحله او المطب الصعب ده، وان كان لينا واقفه الحقيقه وليه همسه ده ترتيب المجموعه بعد مباريات الجوله الرابعه اللي اتلعبت امبارح. مصر لسه في الصداره برصيد 10 نقاط، وحافظت على فارق الاربع نقاط مع غينيا بيساو اللي بتيجي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم بوركينا وسيراليون اتعادلوا في المباراه اللي اتلعبت بالليل، كل واحد من المنتخبين دول رفع رصيده لخمس نقاط، ثم تعادل اثيوبيا مع جيبوتي فرفع رصيد اثيوبيا في المركز الخامس لثلاث نقاط، وجيبوتي حصلت على النقطه الاولى في التصفيات. يتبقى لينا في الدور الاول من التصفيات مواجهه اثيوبيا. يعني مصر لعبت جيبوتي، سيراليون، بوركينا وغينيا بيساو، يتبقى لينا مواجهه واحده مع اثيوبيا، ويبقى كده الدور الاول من مرحله المجموعات انتهى، ونخش على الخمسه التانيين اللي هيتلعبوا. هم كل الست الماتشات هيتلعبوا ان شاء الله باذن الله في السنه اللي جايه، في فرصه قدام كابتن حسام انه يقدر يشتغل، يحضر، يرتب اوراقه، يرتب افكاره، لانه انا بيتهيألي المنتخب محتاج شغل كبير. يعني بصوا، لو اتكلمنا كوره، طبعا انا مش عايز اظهر بمظهر الشخص اللي بيقصوا على الجهاز الفني او على لاعبتنا، لانه الحقيقه برضو اللعيبه والجهاز الفني بيلعبوا في ظروف صعبه جدا. وهنا الكلام على الاتحاد الافريقي، والكلام على الاتحادات الاهليه في افريقيا بشكل عام، والاتحاد المصري، اتحاد مصر لكره القدم بشكل خاص. احنا ظروفنا غير، احنا شفنا ده على مستوى الانديه، والاهلي يمكن اتكلم في ده مع الاتحاد الافريقي، وكلام النادي الاهلي بصفته واحد من كبار القوم في القاره كان ليه صدى والناس سمعت. ظروف قاره افريقيا تختلف تماما يا جماعه، مش بس عن اوروبا، عشان ما تقول ما حدش يقول هو انتوا ليه بتقارنونا باوروبا، لا، هي تختلف تقريبا عن كل القارات. نظام التصفيات في افريقيا يختلف جمله وتفصيلا عن اوروبا وعن اسيا وعن امريكا الجنوبيه وعن الكونكاكاف اللي هي امريكا الشماليه وما حولها. عدد الدول اللي بتشارك في التصفيات كبير، الظروف انك انت تخوض المباريات وعمليه السفر والارهاق والاجواء اللي انت بتلعب فيها والملاعب اللي ما فيهاش تجهيزات سواء اضاءه او فار او الى اخره، تختلف تماما عن اوروبا واسيا حتى. والدنيا عندهم هناك سهله، وسائل الانتقال سهله، ظروف الاقامه سهله، توفر الملاعب المجهزه سهله. يعني القصه غير في افريقيا. ايه الداعي ان احنا نحط تصفيات كاس عالم اللي هي اهم حاجه بتسعى ليها المنتخبات الافريقيه انها توصل لها، ان نحطها في اجنده ضيقه بالشكل ده، واحنا عارفين ان كل الفرق هتلعب مباراه على ارضها ومباراه خارج ارضها، ويبقى الفرق الزمني بينهم 72 ساعه، علما بانه بقيت السنه كلها فاضيه. ايه الداعي لده؟ انا مش حقيقة مش قادر افهمه. لازم ان احنا حقيقة كاتحاد مصري يتواصل بقى، واعتقد ان احنا عندنا قامات كبيره جدا، سواء مسؤولين بشكل رسمي او حتى مش مسؤولين، لكن ممكن يكون ليهم دور في عمليه التواصل. احنا محتاجين شويه، وخصوصا انه على مستوى البطولات المحليه كمان احنا عندنا اللعيبه الحقيقه مستنزفه. انت بتتكلم انه النهارده اغلب دوريات العالم انتهت، اللاعب المصري ما زال في نص الموسم. ومحدش يقول لي ارتباطات الاهلي وارتباطات الانديه اللي بتشارك في افريقيا ومشاركه الاهلي في كاس العالم، معظم فرق الدوري ما لعبتش تقريبا تلتين عدد ماتشاتها. فبالتالي انت بتتكلم على اجحاف شديد جدا لحقوق اللاعبين اللي بيلعبوا وكانهم مستنزفين. لكن برضو عشان ما نبقاش واخد الموضوع في اطار الشماعه، اللي حصل في الماتشين يخلينا نحط او يخلي كابتن حسام حسن يحط قدام نفسه كده علامات استفهام مفترض انه يشتغل عليها في الفتره اللي جايه. اولا الكل ما زال متحمس جدا لتجربه كابتن حسام حسن. ثانيا
الراجل حقيقه في مباراتين قدم في اطار المقدمات او الفرصه اللي حصل عليها عشان يحضر منتخب ويبتدي يحط بصمته كمدرب، عمل نتائج مرضيه الى حد كبير وما زال محافظ على الصداره، وفرص مصر احنا متفقين انها الاكبر في المجموعه. لكن انا لما اجي الحقيقه اجي ابص لشكل المنتخب في ماتش غينيا بيساو، مباراه خارج الارض بعد 72 ساعه من بوركينا، رحله سفر طويله، ظلم تحكيمي، كل الكلام اللي قاله كابتن حسام حسن انا متفق معاه الى حد كبير جدا، لكن ده ما يمنعش انه احنا كمان عندنا مشكله، يعني منتخب مصر عنده مشكله. معرفش هل ممكن تبقى متعلقه بانه اوضه اللبس مثلا محتاجه من الكباتن الكبار شغل اكتر؟ هل كابتن حسام محتاج يشتغل في الحته المعنويه او النفسيه بشكل افضل؟ يعني في حته ناقصه في المنتخب. هو احنا ليه قدمنا الشوط الاول؟ احنا على كنا بنتكلم على ماتش بوركينا ان احنا لعبنا شوط اول عالمي، والتراجع حصل في الشوط الثاني، والناس بقى والمحللين والخبراء اتكلموا في فكره انه تراجع بدني، تاثير الاجهاد على اللاعبين، الكلام ده كله. طب الشوط الاولاني امبارح منتخب مصر ما سافرش، ما جاش، ما حضرش قدام منتخب متواضع فنيا غينيا بيساو اللي ظهرت علينا بشكل يعني الند للند، واللي قدرت تخلص الشوط الاولاني متقدمه كمان على المنتخب المصري في نفس الظروف، هي نفس رحله السفر، هي نفس ظروف الاقامه، هي نفس حاله الارهاق، هي نفس الاجواء الحاره اللي احنا لعبنا فيها الشوط الاول، هي بالظبط اللي حصلت في الشوط الثاني. طب ايه اللي اتغير؟ يعني الشكل اللي ظهر عليه، الانتفاضه اللي ظهر عليها المنتخب المصري في الشوط الثاني، حاله التفوق في كل انحاء الملعب دفاعيا وهجوميا، قدره على التسجيل وعلى اضاعه عدد وافر من الاهداف، ليه ما ظهرش ده من بدايه الشوط؟ الكره في الدنيا كلها يعني اذا كان في رغبه في انك انت تطور او تتفوق او تبقى صاحب الفعل مش رد الفعل، فاعتقد ده يظهر في كل الاوقات. ومنتخب مصر مش منتخب قليل، وانا مدرك تماما ان كل الاشقاء في افريقيا بما فيهم المنتخبات الكبيره، بكلمك على منتخبات الكاميرون والسنغال وكوت ديفوار، دول اللي احنا شايفينهم دايما ان هم الافضل واللي عندهم نخبه من المحترفين واللي عندهم منتخبات واجيال في منتهى القوه، كل دول بيعملوا مليون حساب لمنتخب مصر، فما بالك بالمنتخبات الناشئه او المنتخبات الصغيره. ده اللي اتمنى الحقيقه انه كابتن حسام يشتغل عليه، لانه منتخب مصر دايما مفترض خارج ارضه وبره ارضه وهو بيسعى للوصول لكاس العالم يقدر يفرض شخصيته. اتمنى من كابتن حسام انه يشتغل على ده، ومن كباتن مصر الكبار اللي ليهم دور مهم جدا، كابتن محمد الشناوي والكابتن محمد صلاح، اللعيبه الكبيره اللي عندهم خبرات كبيره جدا مع انديتهم ومع القابهم وبطولاتهم ومع منتخب مصر، لازم يكون ليهم دور مع اللعيبه في اوضه اللبس في المباريات المهمه. كره القدم بالنسبه للمصريين مش مجرد رياضه. اياك اوعى انك انت تفكر، كلام للجيل كله الحقيقه، الكلام للجيل ده من اللاعبين، كره القدم مش رياضه ومش بيزنس ومش شهره ومش فلوس. كره القدم بالنسبه للمصريين، انا لو اقول لحضراتكم امبارح بعد المباراه كميه التعليقات، الناس اللي قابلتها كل مكان وقفت فيه الناس بتتلم وبتتكلم على المنتخب ازاي، تعرفوا انكم شايلين مسؤوليه كبيره جدا قدام 110 مليون مصري. واحدة من أهم مصادر الفرحة والسعادة للمصريين هم بيفرحوا بالكورة، حابين يشوفوا علم بلدهم، حابين يشوفوا منتخبهم دايما في أفضل صورة، فالمسؤولية كبيرة. عارف أنكم ممكن تبقى الظروف صعبة، ممكن تبقى الحالة العامة المنظومة ككل محتاجة حاجات كتيرة جدا تتراجع، لكن أعتقد أن المسؤولية برضو كبيرة جدا وتستحق الاهتمام. النهاردة في مباراة مهمة جدا قبل ما أروح لماتش فاركو، وقبل ما اروح لاستعدادات النادي الاهلي، خليني اقول طبعا انه النهارده يمكن كمان ساعه وشويه، ساعه وثلث تقريبا من دلوقتي، مواجهه هتكون مهمه جدا، المباراه الساعه 8، لكن الاستوديو طبعا على شاشه الاهلي هيبدا 7:30. مباراه مهمه جدا جدا جدا، زي المباراه اللي فاتت ما كانت في منتهى الاهميه وكانت حجر زاويه زي ما قلت لحضراتكم، مواجهه مهمه جدا جدا ما بين دي ماتش مباراه الحد طبعا الاهلي رجع فيها او الاهلي استعاد فيها مستوى الطبيعي الحقيقه، لانه المباراه الاولى او الجوله الاولى اللي حسمها الاتحاد لصالحه ما كناش فيها يعني في مستوانا، انا شايف انه كان في الامكان افضل مما كان، لكن قدر الله وما شاء فعل، خسرنا الجيم الاول، لعبنا الجيم الثاني الحقيقه اول امبارح بشكل اكتر من رائع، تفوق واضح جدا على سله الاتحاد، وقدرنا نحسم المباراه بشكل كبير جدا، بشكل يعكس مستوى النادي الاهلي الحقيقي. النهارده جوله مش هقول حاسمه، لكن هي
اقرب الى الحسم. يعني النهارده الجيم بتاع النهارده المباراه الثالثه، حتى اتفقنا انه دوري السوبر 5 لقاءات، الفريق اللي هيكسب منهم 3 يقدر يحسم اللقب لصالحه. فالنهارده اللي فرصه هتكون اكبر واللي هيستطيع ان هو يحسم المواجهه دي هيتبقى له جيم واحد من اصل 2، وبالتالي فرصه في المواجهه القادمه هتكون افضل، هيكون الاقل توترا، الاقل ضغوطا، الاهدى اعصابا، وده اعتقد يساعد بشكل كبير جدا او يقرب، طبعا مفيش حاجه حاسمه، لكن يقرب بشكل كبير جدا من حسم اللقب. كل التوفيق لعمالقه الاهلي النهارده في مواجهه الاتحاد ان شاء الله في ثالث مواجهات دوري السوبر المصري. فاصل بقى ونرجع ندخل في تفاصيل الاخبار. طيب نبدا مع حضراتكم باخبار بعثه المنتخب طبعا اللي رجعت، واخبار النادي الاهلي واستعداداته لمباراه فاركو، لكن خلينا نشوف اجمالا اخبارنا النهارده في الاهلي نيوز روم. نبدا مع حضراتكم بعوده بعثه منتخب مصر الوطني اللي عادت للقاهره يمكن منذ عده ساعات بعد ما انتهت المواجهه بينها وبين غينيا بيساو، مباراة طبعا اللي اقيمت في اطار الجولة الرابعة من تصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم. والحقيقة خليني اقف مع ده قبل ما اقف مع تصريحات كابتن حسام حسن عن ردود الافعال. كابتن حسام يمكن إلى حد ما مازال طبعا في بداية المشوار مع المنتخب الوطني، عارف انه كم الضغوط كبيرة جدا، عارف انه ممكن إلى حد كبير يكون حاسس انه فيه حالة تربص، لكن أنا عايز أتكلم الأول على مع كامل التقدير والاحترام طبعا الدول الأفريقية، لكن أنا بكلم هنا عن دور الاتحاد الأفريقي. طبعا دي لقطات من استقبال دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبعثة المنتخب النهاردة، في اهتمام كبير جدا من المنتخب. الناس يعني أنا عارف طبعا أنه كتير من اللعيبة خصوصا في الأندية الجماهيرية بتلعب بروح وبتقاتل عشان تفرح جماهيرها، لكن أنت مش بتفرح جماهيرك بس، مش بتفرح ناديك بس، أنت بتفرح كل الشعب المصري. يعني أتمنى أنه نفس الغيرة والروح اللي تبقى موجوده مع الانديه. انا في ناس بتقول لي كتير قالت لي الكلمه دي، الاهلي لو بيلعب يعني هنشوف مستوى تاني. بتضايق على فكره، ما بفرحش بده، يعني ما بفرحش بانه الكلام ده بيتقال من المصريين، لكن 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 ده بيعكس قد ايه انه الناس شايفه انه المنتخب غايبه عنه حاله الروح، الحميه، الغيره. انت لابس تيشرت منتخب مصر، مفيش اعظم من كده. خليني اقف بس مع الاتحاد الافريقي سريعا جدا. احنا بنتكلم على تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم، يعني 9 فرق ونص اللي هيتاهلوا او العشر فرق اللي هيحظوا فرصه المشاركه في كاس العالم من افريقيا، دول رايحين يلعبوا على اعلى مستوى، اعلى مستوى كره على مستوى الكوكب كله. ازاي ما يبقاش فيه وانا عارف انه الاتحاد الافريقي محدد قواعد معينه او حاجات معينه مرتبطه بالمعايير الخاصه بالملاعب اللي هتستضيف المباريات، وفي بعض المنتخبات هتلعب بره الدوله بره ارضها عشان ما عندهاش ملاعب مطابقه للمواصفات. وهل الاتحاد الافريقي مش قادر يدعم الدول الافريقيه؟ ومش كلها بالمناسبه، في دول كتير جدا عندها بنيه تحتيه على اعلى مستوى، وفي دول كتيره جدا عندها تقنيه الفار مش محتاجه اي دعم او اي مسانده. لكن في تصفيات زي افريقيا، تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم، هل ممكن نشوف ملاعب بالشكل ده؟ هل ممكن نشوف غياب لتقنيه الفار؟ امال ايه فكره الموارد وتعظيم الموارد والبطولات المستحدثه والرعايه وحقوق البث التلفزيوني اللي يطور البنيه التحتيه في افريقيا؟ هو ده احنا ليه ما بنشوفوش على ارض الواقع؟ ليه ما بنشوفش ملعب في كل دوله افريقيه بدعم من الاتحاد الافريقي المباشر في تقنيه الفار، في اضاءه على احسن مستوى، في ارضيه ملعب تسمح بممارسه كره القدم بشكل طبيعي زي اي مكان في العالم؟ فين دور الاتحاد الافريقي هنا وغيابه المؤثر؟ وزي ما اتكلم كابتن حسام امبارح، انا ما بحبش شماعات التحكيم طبعا، تعرضنا لظلم تحكيمي لينا ضربه جزاء زي ما قال كابتن حسام ضيعنا فرص كتير بس دي حاجه اتعود عليها دايما وانت بتلعب في افريقيا، خدها جزء من اللعبه، هي افريقيا كده، ويبدو انه ما فيش مجال للتغيير او التطوير. عندك 6 ماتشات جايين هتلعب مع ان شاء الله باذن الله، ال6 مباريات المتبقيه لمشوار مصر في كاس العالم هتكون السنه الجايه ان شاء الله، علينا وعليكم خير، ربنا يدينا ويديكم طول العمر. هنقابل اثيوبيا ان شاء الله في 5 الجولات يوم 19 مارس، ثم السبت 22 مارس بعدها برضو ب3 ايام اثيوبيا هنلعب بره، بس مش عارفين هنلعب في ملعب اثيوبيا ما عندهاش ملعب مطابق، من هنا لمارس هيكونوا ظبطوا الدنيا ولا هنروح نلعب بره ما حدش عارف. السبت بعدها ب3 ايام او ب4 ايام هتروح تلعب او مصر هتلعب مع سيراليون هنا في القاهره، ثم نروح بعد كده ل 3/5 هنلعب مع مصر هتلعب مع اثيوبيا تاني هنا في القاهره، ثم الجمعه 9 هنلعب مع بوركينا فاسو في
ارض بوركينا فاسو، وبعد كده هنروح لشهر 10 ان شاء الله الجولتين الاخيرتين المتبقيتين في التصفيات، جيبوتي في مواجهه مصر في الخارج، ثم مصر في مواجهه غينيا بيساو هنا اخر جوله في التصفيات على ملعبنا ان شاء الله 11/10/2025. طبعا يعني انا هحاول اقرا معاكم تصريحات كابتن حسام حسن وردود الافعال على المباراه مع ضيوفي النهارده طبعا في السادسه. خليني بس اختم بخبر برضو على مصطفى محمد، بما انه يعني خرج للاصابه مبكرا جدا ومش عايز يبقى في تصرف في الحكم على احمد امين، ولد مجتهد، ولد لفت الانظار محليا، صحيح يمكن ما قدمش اللي احنا كنا مستنيينه منه، لكن نزل في ظروف صعبه في مباراه معقده لسه في بدايه مشواره مع المنتخب، فمش عايز يكون في قسوه. حسيت امبارح الناس يمكن يعني انتقدته بشكل كبير جدا رغم انه ادى في حدود المطلوب منه. مصطفى محمد اصيب وخرج، النهارده هيخضع لاشعه هتحدد حجم الاصابه، المفترض انه التشخيص المبدئي انه يعني عنده مشكله في اربطه الركبه، لكن حسب الاشعه اللي هيتم اجراءها النهارده هنطمن على مصطفى محمد، واحد من اعمده منتخبنا الوطني، ونتمنى له ان شاء الله السلام. طيب خلينا نستقبل كابتن احمد عبد الفتاح وكابتن عبد الله جلال، ضيوفنا النهارده نجوم النادي الاهلي السابقين طبعا، وضيوفنا النهارده في حاله السادسه، نشوف كده يعني رؤيتهم لبدايه مشوار كابتن حسام، ايه اللي محتاجين نشتغل عليه الفتره اللي جايه، وكمان نبتدي نحضر او نفتح بقى ملف الدوري. عندنا مباراه مهمه جدا جدا يوم الجمعه اللي جايه امام فاركو، جدول مزدحم جدا، 9 مباريات في اقل يمكن من 25 يوم، فبالتالي الاهلي هيفتح ملف الدوري مره ثانيه. تعالوا نستقبل ضيوفنا في السادسه بعد الفاصل. قبل ما ابدا الكلام الحقيقه خليني اقول برضو لجماهير النادي الاهلي انه كابتن محمود الخطيب هيسافر عشان يستأنف رحلته العلاجيه اللي يمكن كان قطعها من فتره، يعني كان قطع رحلته العلاجيه بسبب وفاه العمري فاروق رحمه الله، واضطر كابتن خطيب يقطع رحله سفره عشان يكون موجود هنا. ورغم الحقيقه يمكن يعني معلوماتي انه كان مفترض انه يلتزم بالبرنامج اللي محطوط له، لكن طبعا فضل التواجد في القاهره وفضل مستمر مع في ادارته مع النادي الاهلي مع تحذيرات الاطباء من تعرضه لاي ضغوط. الحقيقه الراجل كمل وتحمل المسؤوليه على اكمل وجه، ويعني نتمنى له ان شاء الله باذن الله تمام الشفاء، ودعوات جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر كلها. انا عارف ان الخطيب بالنسبه لكل المصريين الحقيقه ليه مكانه خاصه وفي حته ثانيه، يرجع بالف سلامه ان شاء الله. طيب عندنا ملفين مهمين جدا، الملف الاول خاص بمنتخب مصر، واللي يمكن ما حدش يختلف عليه انه منتخب مصر في السنوات الاخيره جرب تجارب كتيره جدا، وكان رهان على كابتن حسام مع تولي المسؤوليه انه يستطيع ان هو يحدث الفارق. لسه بدري على الحكم على التجربه، اكيد لسه بدري، محتاج كابتن حسام ياخد فرصه كامله، محتاج كابتن حسام ياخد فرصه كامله، لكن في بعض الحاجات المرتبطه واحد بالجيل ده، اتنين بمستقبل المنتخب، تستحق ان احنا نقف ونتكلم فيها بعد ماتشين، ماتش بوركينا وبعد مباراه غينيا بيساو امبارح. وعندنا طبعا ملف الاهلي وعودته للمنافسه الصعبه جدا، موسم شاق جدا ينتظر فريق النادي الاهلي في الدوري، اوله طبعا مع فاركو يوم الجمعه القادمه. ارحب بضيوفي النهارده نجوم النادي الاهلي كابتن عبد الله جلال، مساء الخير كابتن عبد الله. مساء النور. وكابتن احمد عبد الفتاح، مساء الخير يا كابتن احمد. مساء النور. منورين الدنيا. الله يخليك، ده نورك. ابدا مع كابتن احمد بتقييمه كده، يعني الحقيقه يمكن خلينا نتفق انه شغل كابتن حسام مع المنتخب ما نقدرش نقول انه ظهر بشكل كبير جدا في ماتشين، ولا الفتره اللي تولى فيها المسؤوليه تسمح لاي حد ان هو يحاسبه بعد المباراتين دول، لكن بالتاكيد من خلال الماتشين دول تقدر تقول انه في حاجات تحسب لكابتن حسام ظهر فيها المنتخب المصري بشكل جيد، وفي حاجات محتاجه من كابتن حسام شغل، وخصوصا انه عنده فتره توقف طويله لغايه ما نرجع مره ثانيه نستكمل مشوار التصفيات. بداية طبعا بنبارك للمنتخب نتيجتين كويس، انا شايف ان المباراة الاولانية على ملعبنا ان احنا نكسب وناخد 3 بونت حاجة كويسة جدا. مباراة خارج ملعبنا امبارح برضه تعادل بعد ما كنا خسرانين الشوط الاولاني، دي برضه يعتبر نتيجة ايجابية، 4 نقط من ماتشين، بتفضل اول المجموعة 10 نقط تحتيك. هو انت خدمك يعني اللي خدمك مش التعادل بقد ما نتائج الماتشات التانية. بص بداية المجموعة مصر بعيدة قوي عن كل الناس اللي معاها. يعني المنتخبات كلها اللي في مجموعة مع منتخب مصر، لا مصر بعيد قوي. ما هو ده بيخلي الناس لما عندها حالة التفاؤل عايز تكسب بره وجوه. بالظبط بالظبط. التجربة كابتن حسام محتاج وقت شوية. أيوة. اولا حاجه تحسب له ان هو غير من طريقه اللعب. دي حاجه بالنسبه له محتاجه برضو وقت شويه، لان عشان كده هو طلب
معسكر قبل الماتشين اللي فاتوا، لان هو بيجرب طريقه لعب جديده 3 4 3 او 3 5 2 او اي مشتقاتها، بيلعب 3 مدافعين، ودي طريقه محتاجه وقت شويه، وده اللي لعب بيه المباراه الاولانيه وظهر مستوى جيد جدا الشوط الاولاني. الشوط الثاني قل شويه لان فيها بعض الاخطاء حصلت الشوط الثاني. امبارح الشوط الاولاني بدا 4 3 3 ورجع تاني في الشوط الثاني، رجع لطريقته المعتاده 3 4 3. بيفكر وبيشتغل، ودي حاجه ايجابيه ان يكون معاك مدير فني بيفكر وعنده كذا طريقه وبيحاول في كل مباراه يكون عنده البدائل اللي هي تغير من الطريقه من مباراه لمباراه، لا من شوط لشوط. فدي حاجه ايجابيه كبيره جدا بيشتغل على الكابتن حسام. كل الحاجات السلبيه اللي كانت قبل المعسكرين والمشكله اللي كانت تقال بينه وبين كابتن محمد صلاح، ومحمد صلاح طبعا نجم كبير لمنتخب مصر، مش محتاجين اي مشكله دلوقتي الفتره دي. المشكله اتحلت ومحمد صلاح بقى موجود ولعب المباراتين وقدم امبارح مباراه جيده جدا واحرز هدف التعادل. حاجات كتير ايجابيات بتحصل شويه بشويه، لان لسه في برضو المعسكرات واللعيبه كلها شو متقرب، المشاكل كلها بتتحل، كل واحد بيعرف نفسيه التاني، كل واحد بيعرف كل واحد بيفكر ازاي. فدي حاجات ايجابيات كتيره جدا. نتمنى ان شاء الله الفتره الجايه في وجوه جديده ممكن تخش المنتخب. نتمنى الكابتن حسام في الدوري العام تظهر وجوه جديده زي ما ادى اوفا مثلا امبارح. نتمنى ان في وجوه تانية تخش. بتكلم على بقى لنا مثلا بتاع 3 4 سنين 90% من هيكل المنتخب هو ما بيتغيرش. فلما دخل واحد او اتنين جداد دي حاجه جيده جدا بتحسب للمنتخب. الناس كابتن عبد الله ما عندهاش شك انه او اتفقت، يعني من الاراء اللي بسمعها كتير جدا، ان المنتخب على المستوى الفردي فيه لعيبه تقيله قوي. يعني بص في كل مركز هتلاقي فيه لعيب، وفي بعض المراكز اتنين كمان انت شخصيا تختار مين يبدا بيه، مين تبدا بيه، والاثنين ككواليتي فردي على اعلى مستوى. لكن لغايه النهارده مش قادرين نترجم ده جماعي. الجماعي بتاعه التركيبه دي، بتاعه القماشه دي، ما بتطلعش نفس المردود اللي يخليك وانت قاعد بتقيم لعيبه زي محمد صلاح وتريزيجيه وامام عاشور واحمد سيد زيزو وعبد المنعم والشناوي. يعني كل اللعيبه نجوم بصراحه في منتخب مصر، نجوم تقيله ومؤثره جدا مع فرقها، لكن جماعيا ده مش مترجم. المشكله هنا فين؟ والشغل اللي المفترض كابتن حسام يشتغل عليه مع الفريق عشان يقدر يطلع من القماشه او من الخامه دي شكل المنتخب اللي احنا مستنيينه. تملي يعني في ده لو انت متفق مع الكلام. لا هو تملي انا طبعا متفق مع حضرتك كل حاجه، بس القصه كلها دايما دايما، يعني انا حتى في مصطلح كده او في مثل يقول لك ايه، ادي العش لخبازه. دايما في حاجه اسمها، او احنا الدارج في الوسط الكروي يقول لك ايه، ده مدرب بتاع منتخبات وده مدير فني بتاع انديه. زي ما احنا كنا بنتكلم قبل الكابتن حسام كده، كنا بنقول مستر فيتوريا كان على طول قبل ما يمسك منتخب مصر اغلب وجوده مع انديه وانديه كويسه وعامل نتائج كويسه وعنده سي في محترم. لكن احنا بنتكلم ان دايما المدير الفني بتاع المنتخب او المديرين الفنيين اللي هم على طول مختصين ان هم بيمسكوا منتخبات كتير، بيبقى عندهم كم خبرات وكم تعامل مع ازاي اجمع النجوم دي في مكان واحد، وفي نفس الوقت ازاي اقنعهم بالفكر بتاعي نمره اتنين، نمره تلاته ازاي اشيل ما بينهم، ودي باكد عليها كتير قوي، وده دور كابتن حسام في الفتره اللي جايه وخلال وجوده مع منتخب مصر، ان هو ازاي يشيل حته الانتماء وما بقاش غير انتماء لمنتخب مصر بس. ده لو قدر يسيطر عليها جوه حدود اوضه اللبس بتاع منتخب مصر، هتلاقي ان اللعيب في زي ما حضرتك قلت كده، في واحد واثنين في كل مركز، هتلاقي كل اللعيبه دي بتأدي بنغمه واحده. اللي قاعد اللي بيبدا في التشكيل بيأدي بالنغمه اللي عايزها المدير الفني، واللي قاعد على الدكه اول ما بيطلب منه بينزل بيمشي على نفس النغمه ويمكن نغمه احسن. دي حاجه. الحاجه اللي برضو بقول عليها دايما وهو دايما بيطالب بيها طول المعسكرات او طول ايام المعسكرات، وبالذات احنا عندنا المنتخب المصري متعودين على كده، ما بنعرفش نتعامل مع اللعيب. بتهيألي انه لعيب الكوره معلش دلوقتي بيسمع كلمه معسكر دي يعني نفسه بتقفل. يا راجل بيشتغل معسكر دي معروفه 365 يوم في السنه، بيلعب كم بطولات، هي دي معروفه عند لعيب الكوره اصلا. دلوقتي معسكر دي يعني هيتقفل عليا هيتقفل عليا، ما بين ان انا هظبط اكلي هظبط نومي، مفيش موبايلات كتير، هبقى منفصل زي ما بيقولوا كده عن العالم الخارجي بقدر كبير، على قد ما هو ان انا يبقى كل تركيزي في اللي هيطلب مني من خلال المدير الفني اللي هيطلبه مني.
وده اللي هو اصلا بيطالب بيه كابتن حسام حسن في المعسكرات، او ان هو يطول فتره المعسكرات. ليه؟ هو اللعيب المصري دايما على طول كده، لازم تقعد تحفظ فيه بنسبه كبيره. يعني لازم تديله الطريقه اللي هتلعب بيها، ما تديلوش اوردرين في وقت واحد. لو اديته اوردرين في وقت واحد هتلاقيه هنج منك، حصل عنده ايرور كده، فهتلاقيه مش هيديك حاجه في الملعب. وده اللي احنا كنا بنشوفه، يعني ممكن نشوف في جزء منه في الشوط الاولاني والشوط الثاني بتاعنا. انا عندي حته التمرين دي هقف معاها، لان احنا عملنا شوط حلو قوي اول قدام بوركينا، وشوط ثاني ما كانش على المستوى، على العكس تماما كان مع غينيا. بس قبل ما اروح لنقطه تقييمكم للتحول اللي بيحصل ده ودور كابتن حسام فيه، خليني اقف مع نقطه مهمه جدا يا كابتن احمد. احنا بنتكلم النهارده زي ما كنت بقول لكابتن عبد الله على جيل فيه عدد كبير جدا من العناصر، بس مش عايز يبقى كل يعني مش عايز اقول ايه قسوه او 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 نقد او اتهام، مش عايز المصطلح يروح في الناحيه السلبيه. هل اللعيبه مظلومه يا كابتن احمد؟ اللعيبه اللي بتلعب النهارده اغلب اللعيبه الدوليه تقريبا ما بتاخدش راحات سلبيه، عندها بتشارك في اكبر قدر من المباريات. النهارده مثلا صلاح جاي من الدوري الانجليزي مخلص، هكذا الامر بالنسبه لمصطفى وبالنسبه لتريزيجيه مثلا. لكن تعال شوف لعيبه الاهلي والزمالك مثلا، كل 3 4 ايام ماتش، كل 3 4 ايام ماتش، ولعبوا بطوله افريقيا لغايه اخرها، والاهلي لعب كمان كاس عالم. هل اللعيبه مستنزفه مش قادره تطلع 100% من اللي عندها؟ ده بص، عند النقطة احنا بنتكلم عليها بقالنا سنتين، ساعة موضوع الكورونا ده وتلاحم المباريات وتلاحم الدوري موسم ورا موسم، عاملين لنا مشكلة كبيرة جدا، وبالذات الموسم ده لأنه أطول موسم، لأنك أنت في النادي الأهلي اللي جاي برضه كمان اللي جاي أطول، اللي جاي عشان تصفيات كأس العالم، بس أنت السنة دي لعبت بطولة أفريقيا، وفي النادي الأهلي بيلعب بطولة أفريقيا وكأس عالم الأندية، والزمالك بيلعب وبيراميدز. برضه احنا بنتكلم على السنة الجاية، خد بالك أنا بس عشان أحطها في الإطار اللي جاي، بنتكلم مش على اللي فات، بنتكلم على اللي جاي، لأنه اللي جاي عندك هيزيد فيه كاس عالم بشكلها الجديد، هيزيد فيه امم افريقيا، هيزيد فيه تصفيات كاس عالم الباقيه 6 ماتشات، هيزيد فيه بطوله كاس قارات الاهلي بيلعب فيها، بالاضافه بقى لايه كاس امم افريقيا السنه اللي فاتت، تصفيات مش كاس امم، تصفيات كاس. لا انا بتكلم على السنه اللي جايه، انت كاس العالم 26، انا بتكلم السنه الجايه برضه تصفيات كاس امم، مش 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 بطوله كاس امم، لانك انت بتلعب، كنا بنلعب السنه دي كاس امم، لا هنلعب السنه الجايه 25 في المغرب، هي السنه دي كلام انها هي كانت بتاعه 23 بس هم رحلوها لبدايه السنه دي، لكن هي برضو هي امم افريقيا 23، السنه الجايه عندك بطوله امم افريقيا 25، عندك 6 ماتشات تصفيات كاس عالم، عندك على مستوى الانديه كاس عالم انديه، عندك كاس قارات، عندك دوري السوبر الافريقي، عندك سوبر افريقي اهلي وزمالك، عندك دوري وكاس، دوري ابطال وكونفدراليه. بصراحه اللعيب مظلوم، ودي السنه اللي قبل بطوله كاس العالم. بص بصراحه اللعيب مظلوم، بالذات ان لعيبه النادي الاهلي ولعيبه نادي الزمالك بالنسبه للدوري اللعيب اللي بيلعب في اوروبا طبعا يعني كابتن جوهري عملها في كاس عالم 90 لا لا دلوقتي بس طبعا احنا النهارده احنا دلوقتي في ناس بتدعم، لا في فلوس وفي دوري وفي كاس طبعا شركات، موضوع صعب جدا، موضوع حاجه اسمها الغاء دوري وقصص دي ما تنفعش. انا فاهم طبعا الكلام ده كله اكيد، بس لازم يبقى في مخرج. قول لي انت اكيد ما فيش حد واصل لاي مخرج في موضوع زي ده. لعيب النادي الاهلي ولعيب نادي الزمالك اللي هم بيوصلوا نهائي افريقيا مع كاس العالم للانديه النادي الاهلي، محمد صلاح نفسه او لعيبه تلعب في اوروبا بالنسبه لهم مش مجاهدين زي لعيبه النادي الاهلي ونادي الزمالك. في نقطه مهمه جدا برضو بنتكلم فيها، مش الماتش، مش المباراه اللي فاتت، ال 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 القرار الغريب اللي عمله الاتحاد الافريقي ان بين المباراه والمباراه دي 4 ايام. ليه 3 ايام وانت مسافر سفريه 8 ساعات؟ أيوة. لاعب مباراه قويه جدا هنا في مصر، تلعب في وقت، نقطه برضو انا عايز اتكلم فيها مهمه جدا جدا جدا، لو المغرب بتلعب مع جنوب افريقيا مثلا، يعني لو المغرب بتلعب مع جنوب افريقيا في نفس المجموعه او في مواجهه بينهم، انت بتتكلم على رحله سفر قد تصل مثلا ل 16 ساعه. ما دي ليه ما عندك وقت؟ اولا الدوري واقف في اوروبا كلها، فايه المشكله لما بتعمل اسبوع؟ ما فيش مشكله خالص. لكن نقطه مهمه جدا انا عايز اتكلم فيها، نقطه ان احنا لازم نعود اللعيبه كلها، كان لعيبه النادي الاهلي ولعيبه نادي الزمالك، انك تلعب في الدوري في وقت الساعه 4 لازم لازم تعود. بص النادي الاهلي بيحصل له مشكله كبيره جدا لما بنلعب اي فرقه في افريقيا الساعه 3 او الساعه 4. أيوه. معايا في الموضوع ده ولا بيحصل معاك؟ هو بالعكس ده هم بيحبوا يلعبونا في التوقيت ده عشان خلاص بيحسوا ليه؟ ان احنا مش متعودين. لانك انت لعيب النادي الاهلي ولعيب نادي الزمالك كل مبارياته في الدوري، خد بالك برضو زي ما انت قلت على فكره انك تلغي بطوله، خد بالك دي مرتبطه برضو بدعايه وتسويق والى اخره، بس برضو ما انت برضو انت عايز تفيد المنتخب في وقت من الاوقات، انك انت بتلعب. لما رحت لعبت بطوله كاس الامم الافريقيه برضو الرطوبه كانت عاليه جدا هناك. بس انا هقول لك حاجه يا كابتن احمد، ما انت الشوط الاولاني اللي نازل بيه
بطاراتك مشحونه 100%. لا تعبانين، ما كنتش موجود. لا تعبانين جدا، لا كانوا تعبانين. الشوط الثاني اللي انت بتلعب في نفس الاجواء ونفس الدرجه، دي دوافع الخساره، دي دوافع الخساره هي اللي خدت. وانا لازم اخسر عشان اخلق دوافع؟ ممكن تكون وانت تعبان تبقى مستسلم للتعب. فالنتيجه 0-0 والماتش شغال عادي جدا، مش قلقان من حاجه. لكن لما حد يعني ايه يقول لك يخربشك، هختلف معاك هنا شويه. او مش هختلف، مش هختلف. احنا لعيبه كوره، واحنا عارف لعيبه الكوره وعارف نفسيات لعيبه الكوره، بتحصل كتير جدا جدا. في لعيبه بتبقى مريحه ويقول لك انا هكسب اي وقت مع ضعف الخصم، يقول لك انا هكسب اي وقت هاجي في اي، فبتبقى راح. فاول ما الخصم يستفزك بتبدا تطلع المجهود اللي انت اللي هو تعبك تبدا شغال عليه. كابتن احمد اتفضل. ده معناه انه وانت نازل من اوضه اللبس وانت نازل بتجري في التراك ونازل الملعب، بطاراتك ما كانتش مشحونه 100%. ملهاش معنى مشحونه. لا يعني وارد جدا. يعني في ناس هو مش قصه مشحونه او مش مشحونه، معلش انا هقطع في الكلام. لا لا، هي القصه كلها مش قصه مشحونه مش ممكن يكون كمان الشحن زايد عن حده. وارد يعني ممكن مثلا طريقته واسلوب الكابتن حسام، معلش تنشن شويه، وزي ما الناس كلها بتشوفه على الخط بيبقى فيه عصبيه، وممكن نقول عليها في بعض الاحيان عصبيه زياده عن اللزوم. يعني دي ممكن تخلي اللعيب يخاف ان هو يطبق فعلا التعليمات فعلا بتاعت المدير الفني عشان هيغلط. فلو غلط انا شايف ان في مدير فني واقف لي على الخط بيزعق، فبالتالي ان انا بلعب زي ما بيقولوا كده الكره الروتينيه اللي هي كلاسيكي. بس عايز اقول لك عبد الله ان لعيبه النادي الاهلي ولعيبه الزمالك او اللعيبه المحترفه اللي موجودين، لا جامدين قوي ان هم يقلقوا ان حد بيزعق. لا هم يعني برضو يعني مش قلقانين من اي اسم، ان هم برضو نجوم. يعني مثلا امام عاشور، محمد صلاح، اي احتراما طبعا للكابتن حسام حسن، بس اي مدير فني بره هم بالنسبه لهم برضو هم عارفين امكانيات نفسهم وعارفين ان هم اتحطوا في ضغوط. طيب خلينا هرجع تاني كامل منتخب، بس طبعا يعني يهمنا نتابع تمرين النادي الاهلي اللي بدات من دقائق، ونطمن على تجهيزاته وتحضيراته عوده طبعا بغياب الدوليين. كمان بيرسي تاو ممكن ما يكونش موجود او ما يلحقش مباراه فاركو، لانه مفترض انه النهارده في ماتش جنوب افريقيا او زامبيا، فلغايه لما يرجع. خلينا نروح لكريم احمد في زيمبابوي، مش زامبيا، جنوب افريقيا وزيمبابوي هيلعبوا النهارده بالليل، فممكن شويه يبقى بره الحسابات. لكن نروح للنادي الاهلي ونروح للزميل كريم احمد نطمن على تمرينه الاهلي النهارده. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك ولضيوفك الكرام ولكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. واحده من المراحل الصعبه هيخوض فيها فريق النادي الاهلي عدد كبير جدا من الماتشات بعد فتره توقف، واحنا انا شخصيا يعني بحط ايدي دايما على قلبي من فترات التوقف دي، بحس انه لغايه لما ترجع تجيب فورمتك والانسجام والفورمه اللي كان عليها اهلي قبل التوقف شويه الى حد ما بتاخد وقت. فاتكلمنا على تمرينه الاهلي النهارده، عارف انه الدوليين ما مش موجودين، لكن السكواد الاهلي اللي موجود فيه عدد كبير جدا من اللعيبه الاساسيه والمهمه، واذا كان برضو في غيابات قد تكون موجوده في مباراه فاركو على الاقل، يهمنا نعرف منك اخر التفاصيل والتطورات. بالتاكيد طبعا مباراه فاركو هي المباراه الانطلاقه لفريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. كانت فتره كبيره جدا يعني ما فيهاش مباريات، ويمكن كمان ذكرنا مباراه النجوم الاخيره الوديه كان فيها مكاسب بالتاكيد. المجموعه اللي كانت متواجده فيها مكاسب كثيره جدا للجهاز الفني على المستوى البدني على المستوى التكتيك. الراجل بيحاول ان هو يشوف كل اللعيبه، اللي بيقوله في التدريبات بيطبق ازاي، اللي بيقوله في المحاضرات بيطبق ازاي. فما اعتقد الراجل قدر ان هو يقف بشكل كبير جدا على كل اللعيبه اللي شاركت في مباراه النجوم، واحده المباريات اللي كانت مهمه جدا في ظل الاطار التحضيري لفريق النادي الاهلي استعدادا للمرحله القادمه، مرحله مليئه من المباريات، مرحله فيها تلاحم كبير جدا للمباريات. فان شاء الله باذن الله سكواد النادي الاهلي المتواجد، روتيشن اللي بيتعمل، كل لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكون في قمه تركيزها، ويكون الانطلاقه بمشيئه الله من مباراه فاركو. النادي الاهلي مستمر في تدريباته، النهارده التدريب بدا في تمام الساعه 6، لسه كمان الناقص العددي متواجد مع فريق النادي الاهلي النهارده. يمكن شايفين الثلاثي من قطاع الناشئين احمد عابدين 2006 ومحمد عبد الله 2006 ايضا كمان، وحارس المرمى جريشه. الراجل بيحاول ان هو يستعين بعض اللاعبين لسد طبعا الفراغ والنقص العددي، لكن كمان اكيد بنقول الحمد لله للسلامه على كل طبعا لاعبي النادي الاهلي العائدين من منتخبنا الوطني. يمكن في بعض المعلومات او يمكن كمان ذكرنا مع كابتن خالد بيبو امتى لعيبتنا هتنضم، يمكن كابتن خالد بيبو من خلال شاشه قناه النادي الاهلي صرح لنا ان يمكن لعيبه المنتخب هتكون متواجده يوم الخميس. الراجل بيحاول ان هو يديهم يومين زياده شويه راحه، يكون في فصل، يكون في التقاط للانفاس، لان الحقيقه كان مجهود كبير جدا للاعبينا في منتخبنا الوطني. الطقس شفناه، الجو، السفر، كل الامور دي الحقيقه بتحتاج ان انت تساعد
يساعد اللعيبه ان هو يكون في فصل، وفي نفس الوقت لعيب يكون داخل بدوافع متجدده ومجهود كبير ان شاء الله من خلال التدريبات. فان شاء الله غدا هيستمر النادي الاهلي في تدريباته، هيكون ايضا بدون الدوليين على ان يكون بعد غد ان شاء الله سكواد النادي الاهلي بالكامل. والنقطه الاهم زميلي احمد ان انت تطمن على المجموعه كلها. الحمد لله كلمنا طبيب النادي الاهلي ورئيس الجهاز الطبي دكتور احمد جبل على اي حد يكون بيشكي من اي شيء، اجهاد، كدمات. الحمد لله كل لعيبتنا اللي راجعه من منتخبنا الوطني الحمد لله سليمه بنسبه 100%. يتبقى طبعا الاختيار الفني، مين هيكون في القائمه، مين هيتواجد في المباراه لمستر كولر، اللي اكيد بيكون في تاني كبير جدا لكل اللعيبه اللي شاركت بنسبه كبيره جدا في الدقائق في المباريات. في لعيبه شاركت، لعيبه ما شاركتش، فالراجل هيحاول ان هو يوزع الادوار بشكل كبير جدا على كل لاعبي النادي الاهلي. تدريب الحقيقه النهارده جرعه تدريبيه قويه، فيها جزء بدني، فيها جزء تكتيك. شايفين بعض الامور الخاصه بشوتنج على المرمى. مستر كولر مقسم المجموعات التدريبيه بشكل دقيق جدا على ان يكون طبعا قبل المباراه بيوم يكون الحمل التدريبي قليل شويه، ومنها ان شاء الله لمعسكر مغلق استعدادا لمباراه فاركو. وكمان يمكن في نقطه مهمه جدا زميلي احمد، الناس اتكلمت على ان ممكن مستر كولر والجهاز الفني يكون في معسكر في الاسكندريه نظرا لقرب المباراتين، سواء مباراه فاركو او مباراه الاتحاد. انا باكد لك هذا الامر، مش هيبقى في معسكر، هيبقى في المباراه. لعيبه النادي الاهلي هترجع هتقضي تدريبات ثم تعود من جديد الى الاسكندريه استعدادا لمباراه الاتحاد. اللعيبه الحقيقه يعني شبعت معسكرات زي ما بنقول، ويمكن ده كان امر مهم جدا. والكلام كان على انه ما يبقاش في رحلتين سفر، لكن احنا عارفين طبعا كريم انه بمناسبه العيد كل سنه وانتم طيب، كل سنه وكل الشعب المصري والامه العربيه طيبين وبالف خير. فيمكن عشان كده الناس تبقى موجوده طبعا مع اسرها تحتفل بالعيد الاضحى المبارك، وفرصه كمان للاعبين ترتاح. لان الحقيقه انا متوقع وشايف انه حقيقه حمل كبير جدا على اللعيبه اللي جايه من لقاءين خصوصا الدوليين. انت عندك مع منتخب اولمبي كريم دبيس وحمزه علاء، بيرسيتاو مع جنوب افريقيا، دول لسه النهارده منتخب اولمبي هيلعب مع جنوب افريقيا مع كوت ديفوار، وجنوب افريقيا مع زيمبابوي، فدول لسه هيلعبوا النهارده. لعيبه منتخب مصر جايه من رحله طويله جدا، فبالتالي تحدي كبير، مشكله بالنسبه لمارسيل كولر بالتاكيد. بالتاكيد زميلي احمد، طبعا يعني بيبقى فيه شعور بالملل شويه من كثره المعسكرات، رغم اكيد الوعي الكبير والخبرات المتواجده، لكن لابد يكون في فصل، لابد يكون في راحه. فعشان كده بناكد هذه النقطه. لكن بعيدا عن كل هذه الامور، الحمد لله الامور طيبه جدا مع فريق النادي الاهلي. الاستعدادات ماشيه بشكل طيب، تدريب الحقيقه النهارده ماشي بشكل طيب جدا. بنامل ان شاء الله، بنتمنى باذن الله ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي في تركيزه الكبير مع مستر كولر لاختيار ان شاء الله باذن الله المجموعه او القائمه باذن الله لتشارك مباراه فاركو، واحده من المباريات المهمه جدا. لكن ان شاء الله ثقتنا كبيره جدا في الجميع تكون انطلاقه، ويستعيد النادي الاهلي سلسله الانتصارات من خلال مباراه فاركو. في اخبار عن عوده بيرسيتاو وانضمامه، يعني هل هيلحق يكون موجود مع الاهلي قبل ماتش فاركو ولا بعيد عن؟ يعني هبدا معاك قبل بيرسيتاو الحقيقه بوسام ابو علي. هبدا معاك بوسام ابو علي. الحقيقه يمكن عرفنا طبعا وسام الكدمه القويه، وسام متواجد في القاهره، ويمكن خلاص يمكن حتى الكابتن خالد بيبو ايضا كمان دكتور احمد جبله شكره طبعا الجانب الفلسطيني والجهاز الطبي بشكل كبير جدا على الاستيعاب ان هو يكون متواجد. وسام متواجد هنا يمكن من لحظات انهى الجلسه الخاصه بيه. هي كدمه قويه الحقيقه، لكن يعني من الواضح هتستغرق شويه من الوقت. يعني احنا قلنا قبل كده 10 ايام، ويمكن كمان بيكون في اربع او خمس تدريبات او ثلاث تدريبات مستر كولر بيحاول ان هو يديهم لاي لعيب راجع من اصابه. لكن هنعدي مباراه مباراه، لكن مباراه فاركو اكيد بالتاكيد هو مش موجود فيها. مباراه الاتحاد هننتظر، مباراه الداخليه. لكن بشكل عام ان شاء الله وسام يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي خلال الفتره القادمه مع المجهود الطبي اللي بيبذل. بيرسيتاو مع المباراه ومع العوده الامور ممكن تبقى صعبه شويه، ممكن يتدرب تدريب واحد، فمباراه فاركو بالنسبه له ايضا كمان فيها صعوبه بالنسبه للجهد البدني والمجهود البدني الكبير. لكن مستر كولر معودنا بالمفاجات، فمنتظرين بس بيرسيتاو يعود نشوف حالته البدنيه عامله ازاي، وان شاء الله باذن الله كل الامور تكون طيبه لفريق النادي الاهلي. اي اسئله لزميلنا كريم؟ كابتن عبد الله، كابتن احمد، لا كريم بشكرك شكرا جزيلا. ده كان يعني كل التفاصيل متعلقه بتحضيرات الاهلي لماتش فاركو، وماتش صعب بكل تاكيد. ومستر مارسيل كولر مدخل في حساباته حاجات كتيره جدا، وعندي اسئله كتيره في موضوع فاركو ده، مش بس فاركو الحقيقه. المرحله اللي جايه 9 ماتشات لعبهم الاهلي في الفتره اللي جايه بدايتها من يوم 14، كلهم ماتشات كتيره جدا، دربيات، فيهم ماتشات الاهلي ياخدها زي ماتش فاركو في ظروف صعبه جدا. رؤيه كابتن احمد وكابتن عبد الله هجيلها بس بعد ما اقفل ملف المنتخب. كنت بكلمك يعني عن التباين يا كابتن احمد وكابتن عبد الله في اداء المنتخب الوطني، وكنت بتكلمني على انه في وقت من الاوقات انت محتاج الدافع او الحافز جوه الملعب اللي يخليك تتحرك وتطلع افضل ما عندك. معلش انا طول عمري ما اقتنعتش بكلمه ان انا بقول لك ان اللعيب يبقى نازل مريح شويه. ايوه لا طبيعي بتحصل،
بتحصل لمثلا النادي الاهلي مثلا بيجي بيلعب نادي الزمالك، اللعيبه نفسها بتلعب نادي الزمالك غير مثلا لما بتاع اي فرقه تحت في الدوري. ايوه دي كلها بنشوفها ولا لا؟ اللعيب في المباريات الكبيره بيبقى مركز 100%. يعني مصر بتلعب الارجنتين ولا مصر بتلعب سوريا غينيا بيساو، اللعيب تركيزه بيعلى مع المباريات الكبيره. فهو كسبان المباراه اللي فاتت وراح المباراه دي في ظل الاجهاد الكبير جدا من 8 ساعات سفر واربع ايام المباراه، واللعيبه رايحين يعني في موقف غينيا، واكيد اتفرجوا على غينيا في فيديوهات، انا شايفها فرقه متواضعه للغايه. المباراه انت متسيد المباراه من اولها لاخرها، بس هو الجون اللي دخل فينا ده، انت عارف يا كابتن احمد، لا قدر الله لو كانت غينيا بيساو كسبت امبارح وبوركينا كسبت سيراليون، كان شكل المجموعه هيبقى عامل ازاي؟ فرق بوند يعني بوند. المجموعه اللي احنا بنقول عليها في المتناول وسهله دي كانت هتبقى بالنسبه لنا مجموعه الموت. لا مصر 9 بونت، غينيا 8 بونت، بوركينا 7 بونت، مش ممكن ولا جمود ابدا. يعني كل حاجه ورده في الكوره، يعني كل هدف صلاح، كل هدف صلاح اللي جه، مش كان ممكن جدا السيناريو ده يبقى وارد؟ انت برضه لازم فرقه تبقى بنفسك نفسك برضه يعني. بس احنا لعبنا بعدين، احنا ما بنجيش غير في خلي بالك في الماتشات يعني، خلي بالك احنا لسه فصول البارده كتيره، تلعب 10 جولات، تلعب 10 جولات، لعبت 4 جولات بس. بس خد بالك، والناس واسمع رايك كابتن، الناس بتتفرج على ماتشات التصفيات وهي عايزه تشوف منتخب مصر حاجه جديده، اللي رايح يلعب في كاس، اللي هو احنا مش عايزين، احنا مش بنسال هو احنا هنتاهل ولا مش، لا لا بالظبط كده، احنا عايزين نشوف منتخب مصر رايح يعمل ايه في كاس العالم. ده شغل كابتن حسام حسن وشغل اللعيبه دي يعني. فلغايه النهارده خلينا نتفق انه، ومش بحمل كابتن حسام عشان الناس ما تقولش لا لسه بدري طبعا، بس بقول ده اللي احنا مستنيينه او بنتمنى نشوفه مع كابتن حسام في الفتره هو اللي دايما اي مدير فن جديد على اي فرقه او اي منتخب، ولما يكون مثلا اسم كمان كبير زي كابتن حسام كده، فكل الناس متشوقه بقى ان شوف بقى الورق بتاعك فيه ايه والدنيا فيها ايه وهتعمل ايه، هتطلع نار من بقه. اه دي المشكله، الناس فاكره ان هو اول ما يمسك المنتخب بقى هنلعب كره التيكي تاكا ومش عارف ايه وهنمتع. زي انت مثلا ماتش بوركينا فاسو، اول 10 دقائق او اول ثلث اول ربع ساعه انت جايب جونين، فالناس بقى افتكرت بقى ان انت بقى ايه، هتكمل الماتش على نفس السيناريو ده لغايه ما اخلص، اكمل بقى زي ما بيقولوا دسته الاجوان اللي هو ايه كابتن حسام خلاص قالنا عليها. لا، في فرقه قدامك، ممكن انت مش هقول لك بقى حظك حلو او بتاع، لا انت مثلا تركيزك العالي كله طلعته في اول ربع ساعه، اللي هو انت نفذت مثلا زي ما بيقولوا كده، يعني المفروض زي ما بيقولوا كده المفروض توصل لنهايه الكتاب في اخر الماتش، لا انت جبته من اوله. فركزت وطلعت كل تركيزك وعملت كل اللي قالك عليه المدير الفني، فطلعته في اول 10 دقائق. ممكن العكس زي ما قال الكابتن احمد كده برضو، انت نازل دلوقتي ممكن تكون اتفرجت على ماتش غينيا في فيديوهات مثلا وانت قاعد في المعسكر، شايف الفرقه عاديه، ممكن مثلا في لعيبه، معلش زي ما قلت برضو المثال كده، في لعيبه تانية زي ما قلنا كده وكابتن احمد، في لعيبه كبيره شايفه ان هي ممكن مثلا التحضير بتاعها للمباراه مش زي ما هلاعب فرقه كبيره، فالطبيعي ان انا نازل لا هلعب كورتي. هلعب كورتي دي لقيت اتفاجئت ان في فرقه قدامي واقفه، هي ما بتعملش حاجه، بس في نفس الوقت الفرق الصغيره دايما لما بتلعب الفرق الكبيره بتستنى غلطه وبتطلع افضل ما عندها، بتطلع ما هي بتطلع اقصى مجهود عنده. خد بالك هو بس ما يقدرش يجري، هو داخل الماتش ده هو شايف انه على ارض وسط جمهوره، ولو اخد 3 ده هو مبسوط ان هو عايز يتعادل برضه. هو بدايه المباراه برضه كان عايز يتعادل، مش طمعان ان هو يكسب، لانه باين من بدايه المباراه اي فرقه عايز تكسب كان ضغط من اول دقيقه، لكن هو عارف بيلعب منتخب مصر وعارف انه لو فتح خطوطه وبدا يضغط على منتخب مصر الخطوط هتتفتح، ومنتخب مصر عنده اللعيبه المهاريه اللي تقدر تجيب في وقت. واحنا بنحلم اكبر امكانياتنا يا كابتن احمد. طبعا ده اكيد، ده احنا بنحلم بقالنا سنين كده. لا احنا طول عمرنا لا يعني، لا يعني انا بكلمك كاس العالم. لا انا اقول لك من امتى، من بعد جيل كابتن حسن شحاته ده كان معانا جيل كنا بنحلم معاه ان احنا نوصل في حتت كتيره جدا في كاس العالم، بس حظنا وحش ما وصلناش كاس العالم. فاحنا اخر رؤيه فاكرينها او اخر متعه كرويه شفناها للمنتخب الفتره دي 2006 و2008 و2010 كره مفتوحه، كره ومكسب اي منتخب في افريقيا، الكاميرون، نيجيريا، لاي اسم، غانا، اي اسم كنت بتروح تديهم 3-4. فاحنا مشكلتنا ان احنا لسه عنينا رايحه للقصه دي، لسه عنينا شايف اللعيبه دي، ابو تريكه وحسني عبد رب واحمد حسن ونجوء عماد متعب، كل ما اقول واحد من دول، لو في 2-3 من دول دلوقتي مع المنتخب ده ليه يا كابتن؟ معلش انا شايف انه لا يعني 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 في ظلم للعيبه دي للجيل ده، يعني محمد صلاح،
معاك ماشي معاك تريزيجيه امام عاشور امام عاشور لعيبه كويس طبعا زيزو محمد عبد المنعم عبد المنعم ماشي معاك فتوح الهرموني الهرموني اي اسامي هتقول الشناوي وش يعني الهرموني مع جيل كابتن حسن شحاته كان في حاجه مهمه جدا معظمهم كانوا طالعين من منتخب الناشئين مع بعض ففي انك انت تفهم اللعيب دي حاجه مهمه جدا قعدت معاه فترات طويله في الملعب دي حاجه مهمه جدا لكن معظم اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي يعني مثلا نقعد نفكر كده مع بعض زيزو لعب امتى جنب امام عاشور حاجات كده معينه محتاجه وقت شويه المغرب اللي راح كاس عالم الاخراني وجاب مركز رابع وصل المربع ده اول منتخب افريقي يوصل المربع ده اكيد لا تربى مع بعضه ولا لعب منتخب ناشئين مع بعضه كل واحد فيهم طلع في دوله وتاسس في نادي مختلف دي ما بتحصلش مره غير كل 30 40 سنه زي فتره من فترات الدنمارك منتخب الدنمارك كان بيلعب في بطوله اوروبا كان فرقه هو اصلا ما كانش واصل ما كانش متاهل ما كانش متاهل ما خرج بره المنتخب دي بتحصل كده يعني منتخب المغرب لو لعب كاس عالم ورا بعض ثلاث اربع كان مش هيوصل كده خالص هي بتيجي كده مره التوفيق بيبقى معاك تمشي معاك كده بطريقه معينه ما تعرفش ايه سببها انا قلتها في مره من المرات برضو قلتها ان هي في مدير فني ممكن يجي ما بقاش فنيا واو بس عنده حته النفسيه وبيعرف يتعامل نفسيا قوي التوفيق معاه مع اللعيبه بيعرف يطلع الدوافع المغرب خرج من كاس الامم ويزودها لغايه ما يوصل ربع خرج من الدور الاولاني خرجنا برده لا لا معلش هم هنتكلم على ربع كاس عالم ربع كاس عالم يعني لما لا ربع كاس عالم لا هو بيتكلم من هي دي بطوله قريبه انت بتتكلم في بطوله قريبه ياخد البطوله ده بينك ده المغرب بياخد البطوله ايوه صح انا افهم برده شويه يعني ان هم يكون في كاس عالم وكسبان اسبانيا والبرتغال ووصل المربع ذهبي وبتاع واجي العب في افريقيا أيوة. ممكن شويه تبقى يعني شفت بقى التركيز قليل ولا شوية يعني شفت معايا حاجه تانية الجو كمان اللعيبه كلهم محترفين بس انت حاله المغرب فرحتك ولا ما فرحتكش اللي هي لما وصل كاس عالم طبعا كلنا طبعا يعني 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 انا شفت ان المصريين وهم بيتفرجوا على منتخب المغرب كانوا بيشجعوا منتخبهم اكيد طبعا فاهم قصدي حاجه طبعا كبيره جدا وده برده حاجه يعني من كتر ما الناس نفسها تشوف منتخبها كده هو احنا بنحلم مره تانية اكتر من امكانياتنا هو الجيل ده هو كابتن حسام ما يقدروش يرجعوا لنا النسخه بتاعه منتخب مصر اللي شفناها مع جواري في 90 واللي شفناها مع جواري في 98 شفناها مع حسن شحاته في 6 و8 و10 ده احتمال بعيد يعني ما نفكرش فيه عشان ما نزعلش ولا نقدر قبل 26 يبقى عندنا ما بين الجيل اللي مع كابتن حسام والجيل اللي هيكبر مع روجيرو ميكالي كمان 3 4 شهور يبقى عندنا المنتخب اللي يروح كاس عالم ان شاء الله يعمل هي حاجة. المشكله كلها برضو انا عايز اقول برضو يعني نقطه برضو مهمه حته التوليفه زي ما بنقول كده عايزه مدير فني يقدر ينزل عندك اهو حسام حسن لا ما مش قصه هي مش قصه حسام حسن انا مع احترامي الكامل للكابتن حسام حسن برضو يعني القصه كلها مش قصه حسام حسن بس قصه ان انت ممكن مثلا كان يعني انا راجل مقتنع ان مثلا المنتخب قبل بطوله امم افريقيا مع فيتوريا كان ماشي كويس وكان عامل اداء الى حد ما بيحقق ارقام وعامل بقول لك عامل اداء شوف انا بتكلم على اداء اللي هو يمتعك شويه فيطمنك فيديك احساس ان انت خلى الناس كلها رايحين هم افريقيا ايه هناخد البطوله ونرجع فجاه لقيت نفسك بتخرج من الدور الاول من الدور الاول والدور الثاني ايا كان خلاص وفجاه انت الدنيا ظلمت قدامك طيب ماشي انا برجع اقول برضو المدير الفني اللي يقدر يعمل لي اداء يوصلني انت كنت مع فيتوريا يكمل بعد امم افريقيا يعني لو هتقول لي اقول له يكمل الناس كلها تعترض على كلامه اقول لك لا انت اقول لك يكمل بص انا لا أنا يعني من فيتوريا او غير فيتوريا حسام حسن كاسم حسام حسن نجم كبير للكره المصريه في وسط الاسامي اللي كنت مع فيتوريا يكمل لا حسام حسن طبعا حسام حسن طبعا اختلاف مش لا من ده لا لا عادي طبعا كل واحد نظره ايوه لا لا بس انا وجهه نظري ايه خد فرصتك كله خد فرصته ولا حسام حسن وجهه نظري في ايه ان هو برضو معلش في وارد ان انت مثلا زي ما قلنا كده في ان في مدير فني منتخبات في لا المدير الفني بتاع او مثلا فيتوريا كان نوعيته ان هو الماتشات البعيده بيعرف يجمع فيها اللعيبه ويعرف يتعامل مع اللعيبه ويعرف يحفظ لعيبته ويعرف زي ما احنا كلنا بنشوفه قبل بطوله افريقيا لكن في البطولات المجمعه لا ليه لان حتى عنده في الاول في البدايه خالص عنده سوء اختيار في السكواد بتاعه لكن هو بيلعب الماتشات اللي هي المفتوحه بعيده عن بعضها بيعرف يختار لان هو كده محافظ على ايه
على القوام الاساسي بتاع المنتخب. لو زاد عليه 2 او 3 هو كده كده مش هيلعبه. لا وفي نقطه مهمه انا واخدهم بقى حاجه تانية، ان هو مش مركز مع الميديا خالص. هو ده الفرق بين المدير الفني الاجنبي ومدير الفني المصري. كابتن حسام حسن. مين قال لك يا كابتن احمد؟ طبعًا. انا عايز اقول لك انه الاجانب بيركزوا جدا مع كل كلمه بتتكتب او بتتقال عليهم، بيركزوا يسمعها بس يسمعها لكن ما يتاثرش بيها وما يردش عليها. كابتن حسام دلوقتي بدا يرد، بدا يحس مثلا عايز يرد على كل واحد ويفهمه. لا لازم انت مدرب، ادام مسكت مدير فني المنتخب لازم تتحمل النقد. واحنا مشكلتنا ان احنا بنتكلم في السلبيات اكتر من الايجابيات. ده طبع الشعب المصري. يبص في السلبيات وينسى، يعني يبص الايجابيات دي لك ده احنا من الطبيعي ده احنا مصر. فايه يقول لك يدور على السلبيات هنا. انت لو كابتن حسام ركزت في كل السلبيات مش هترتاح، مش هتعرف تشتغل. ارمي ورا ظهرك واشتغل وحط بلان قدامك. طب انا هسالك سؤال يا كابتن احمد وكابتن عبد الله برده نفس السؤال، هل انت حاسس انه مع تولي حسام حسن مسؤوليه، مجرد ما تم الاعلان ان حسام حسن هيمسك منتخب مصر، هل انت حاسس انه التجربه دي حصلت مع مدربين وطنيين قبل كده زي كابتن ايهاب جلال وزي كابتن حسام البدري صح؟ هل حسيت الاجانب احنا ما بنتكلمش، يعني يقول لك هيكتور كوبر تقول امين، يقول لك كارلوس كيروش تقول حاضر، يقول لك فيتوريا تقول تمام، لكن المصري شويه بيبقى فيه شويه ايه كلام بقى حوالين كده. هل انت حسيت انه مع اعلان عن تولي حسام حسن مسؤوليه المنتخب انه الراجل ده بالذات في حاله تربص بيه؟ يعني الناس متحفزه، في ناس متحفزه سواء اعلام رياضي سواء سوشيال ميديا سواء جماهير عاديه، على الرغم انه في احساس وانطباع انه في رغبه شعبيه او انه اغلبيه متفق على انه حسام ياخد فرصه. ما انا بقول لك كده، هو كابتن حسام ليه ما ليه وعليه ما عليه في التجارب الفتره اللي هو اشتغل فيها، لكن هو كاسم حسام حسن كلاعب دولي واسم كبير جدا، قيمته لو موجود في اي دوله في العالم اللعيب اللي زي ده على طول باول ما بيبطل كوره بيبقى ليه مكان في المنتخب. بيبدأوا يجهزوه ليبقى مدير فني المنتخب في وقت من الاوقات. هي اتاخرت بالنسبه لكابتن حسام، اتاخرت كتير شويه. اتاخرت ليه؟ لان هو الفترات اللي اشتغل فيها ممكن كانت تبقى جايه اصلا. ممكن بس انا بقول لك الفتره، يعني لو فيتوريا النهارده كان مشي في امم افريقيا. انا اتكلم قبل فيتوريا بس وقبل فيتوريا الفترات اللي هو مسك فيها انديه حصل فيها مشاكل كبير جدا، وانت كمدرب بتتقيم من مسؤولين الدوله، بتتقيم من اتحاد كوره، بتقيم من مسؤولين عن الكوره، فطبيعي ان انا هفضل احطك تحت منظار عشان لما اجيبك اكون مختار واحد اولا هيغير من اداء المنتخب، هيحط شكل المنتخب في شكل جيد. لكن كابتن حسام الفترات اللي هو اشتغل فيها كان فيها بعض المشاكل وبعض المناوشات هي اللي اخرته شويه. لو بنستفيد من تجربه كابتن جوهري، يعني بشوف انه اهم اثنين مسكوا المنتخب كابتن جوهري وكابتن حسن. اكيد صح؟ اكيد. ما حسينا بده، يعني حسينا انه الناس دي جت عملت نقلة، عملت حاجة يعني. لو في حاجات من تجربة كابتن جوهري وكابتن حسن على كابتن حسام انه يبص ليها ويتعلم منها. يعني انه اتعامل مع الاثنين. اتعامل مع الاثنين طبعا بالزبط. طبعا هو مع كابتن جوهري وصل كاس عالم ومع بالزبط. كابتن جوهري لعب خد 98 وخد هداف بطولة افريقيا بالظبط. ومع كابتن والاثنين على فكرة يمكن الناس تفتكر كابتن حسن شحاته لكن ما تفتكرش كابتن جوهري. اختيار كابتن جوهري لحسام حسن في 98 قوبل بهجوم شديد جدا وانتقاد عنيف جدا، ازاي تختار حسام حسن؟ انا كنت ساعتها موجود في النادي الاهلي. وكابتن حسن شحاته لما اختاره في 2006 برضه قوبل، كابتن حسن نفسه قال لك انا واخده كنت عشان اكرمه. ايوه كانت حاجه كبيره جدا صحيح، واتقابل بهجوم كبير جدا كابتن حسن برضه. والحقيقه في الاثنين اثبت، يعني هو يعني شارك في 2006 واتحسب له انه خد بطوله وسجل فيها و98 كان، لكن كمدير فني يعني لو بنتكلم على اسلوب قياده تعامل مع النجوم، ما هو كابتن جوهري اتعامل مع نجوم كبار جدا وكابتن حسن شحاته اتعامل مع نجوم كبيره جدا. ايه اللي يستفيده كابتن حسام من تجربه كابتن جوهري وكابتن حسن شحاته؟ كابتن عبد الله، هو المشكله ان الناس كلها واخده عن كابتن حسام فكره، مش هقول لك مش خلينا نقولها ببساطه كده او نبسط المصطلح هنا، فكره مش كويسه زي ما قال الكابتن احمد كده، ان كان في بعض الفرق اللي هو مسك فيها كان عنده مناوشات، عنده مشاكل منها ان الحاجات مثلا اللي كان بتصدر على الخط ان حكم بيظلمه مره غيره الحاجات اللي هي المناوشات اللي ايه بتاعه الكوره. فالناس اللي هم بقى نتكلم بقى، خلينا نختص بقى الموضوع بقى شويه بقى، السوشيال ميديا او الصحافه او الاعلام اللي هم مختصين بالرياضه
بيبدا يركز على النقط دي، ما بيركزش على الفنيات زي الايه زي الجماهير. خلينا نتكلم بشكل اوضح، فالجماهير مثلا حب حسام حسن بعيد عن المناوشات اللي حصلت دي، وحب حسام حسن واخد عنه فكره ايام ما كان بيلعب في الاهلي الزمالك المصري الترسانه التاريخ الكبير ده كله، منتخب مصر كمان سواء مع كابتن جوهري او كابتن حسن شحاته، الناس فاكراه كل ده، لكن الاعلام بيبدا يركز على السلبيات بس. فنبدا بقى ايه يفكر الناس ننزل بقى ايه مثلا فيديوهات لكابتن حسام لما كان ماسك مع المصري وعمل مشكله كذا، لما مش عارف كان ماسك الزمالك وكان عمل كذا، نبدا نركز على الحاجات دي بجانب ان انت تضيف عليها. احنا بنتكلم هنا على السوشيال ميديا اكتر من الاعلام، يعني بتكلم الاعلام شويه مساند. لا لا لا, 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 لا انا بتكلم ان بص هي اصل هي بص هي كلها دلوقتي فاتحه على بعضها زي ما بيقولوا كده. فانت دلوقتي كاعلام مثلا او سوشيال ميديا، خلاف في السوشيال ميديا هتلاقي كله مركز على السلبيات بس. ايوه انت دلوقتي شفته فنيا لسه ده تاني ماتش في التصفيات، يعني بالنسبه له في التصفيات، وكمان ماتشين ودي. أيوه. انت مع ماتش مع نيوزيلندا وماتش مع كرواتيا، فانت كرواتيا بتتكلم انت في المربع ازاي بقاله سنتين اهو، بقاله نسختين في كاس عالم. مش هقول لك مثلا النتائج مش احسن حاجه، بس في نفس الوقت لكن خليني اقول يعني نقطه من اول السطر، لو في حاجات انتم مستنيينها من كابتن حسام في الفتره اللي جايه، اتمنى شخصيا انه كابتن حسام يستمر مع المنتخب ان شاء الله باذن الله لغايه لما يلعب كاس عالم. هو عايز اضيف نقطه بس، اتفضل. هو اتعلم اكتر او اتاثر اكتر بالكابتن جوهري اكيد. طبعا ما اتعلمش اكتر لان هو اكتر فتراته مع كابتن طريقه اللعب نفسها اكتر فتراته يعني بتاع كابتن جوهري. اكتر فتراته مع كابتن جوهري. في نقطه مهمه جدا لازم ندي له حقه فيها، اصل انا عشرت كابتن حسام في الملعب. في الملعب بص وانا لاعب وعشرته وهو مدرب، كنت ماسك فرق قدامه. كابتن حسام في الخصم وهو خسران بيبقى بني ادم تاني. ما يحبش يخسر ابدا. انا حبيت بقى اشوفه. انا اعرفه انه ما يحبش يخسر في اي حاجه، مش بس لعبت معاه لعبت معاه ست شهور. فانا امبارح بقى ابتديت اتابعه واحنا خسرين 1-0 لان انا تابعته في الملعب، بقول لك كنت قابلته بقى في ماتشات كتيره، كنت انا ماسك فرقه كتيره جدا. فكنت بشتغل قدامه وهو خسران، لا بيبقى عصبي لدرجه ما ده بيقدرش يسيطر على نفسه. انا بقى شفته عارف يفكر، عارف يغير بين الشوطين، غير طريقه اللعب. فده دي حاجه، دي اكيد قبل ما يقعدوا مع كابتن حسام اكيد اتكلموا في سلبيات، اكيد حطوا له نقط معينه ما يقدرش يتعداها. انت مدير فني لمنتخب مصر، بتمثل دوله، موضوع مختلف تماما غير ما تمسك منتخب. فانا شايف ان دي في اجابات كتيره في شخصيته وفي اجابات كتيره جدا في شغله. اتمنى له التوفيق والدعم. انا شايف زي ما انت حضرتك قلت، هو فعلا كل القنوات او كل السوشيال ميديا معظمها نتكلم 90% وراه في كل قراراته. في بيحصل على فكره احنا بنقول حاجه شايفينها، احنا عايزينها تتصلح بالظبط. عندنا يعني ثقه انه كابتن حسام يقدر يعمل ده. يعني بالزبط. احنا بنراهن، بس احنا بنفكر في انه، وانا دايما لما بتكلم في اي حاجه تخص المنتخب ببقى حاطط قدام عينيا هو منتخب مصر لما يلعب كاس العالم هيعمل ايه. انا بحد بيفكر في التصفيات دي. بص هو بقول لك حاجه، احنا رحنا كاس العالم، انا شفت مصر في كاس العالم 90 وشفت مصر في كاس العالم 2018. انا بالنسبه لي مش فاكر حاجه من 2018 خالص. يعني خالص. ومش عايز افتكر حاجه مميزه. مفيش حاجه مميزه انت عملتها. لكن في كاس العالم 90 والاجواء اللي عملها كابتن جوهري مع المنتخب هولندا وماتش هولندا ماتش واحد. يعني لا فانا بص في حاجه مهمه جدا برضو، ان انت كابتن حسام قعدت الفتره دي كلها ربنا شايل لك الخير. شايل لك الخير في ايه؟ ان انت تيجي في وقت شكل المجموعه وشكل التصفيات تكون بالشكل كده، شكل منتخب مصر في وسط المجموعه دي انت الافضل. عندك فرصه بنسبه 90%. انا شخصيا اقول ان انا استغل مجموعه زي دي عشان احضر المنتخب في مباريات رسميه وفي ظروف صعبه لكاس العالم، امم افريقيا ومن بعدها لكاس العالم. نفتح يستغلها هو يستغلها في حته ان هو يعمل نتائج كويسه تخلي كل المنظومه دي في ظهره. صحيح إن شاء الله. صحيح. نفتح ملف الاهلي، مباراه فاركو ظروفها صعبه شويتين، ومباراه بعد غياب طويل، واحنا بعد التوقفات دي مستر مارسيل كولر الى حد كبير جدا بحس انه بيبقى عنده تحدي ازاي يستعيد الاهلي شكله وبريقه. انت نهيت كاس عالم في احسن مستوى وخدت بعديه بطوله النخبه او كاس السوبر المصري، جه توقف امم افريقيا رجعنا بدروب في الدوري. ثم وصلت لنهائي دوري الابطال وحققت اللقب رقم 12 وكسبت الترجي.
وثم توقف مره ثانيه وغياب للاعبين الدوليين، تكلم على 13 او 14 لعيب، منتخب مصر الاول، منتخب اولمبي، منتخب جنوب افريقيا، وعوده في ويندو ضيقه جدا قبل مواجهه مش بس فاركو كمان، انت داخل على 9 ماتشات عيار تقيل، ضرب نار مره واحده، تحدي كبير قدام النادي الاهلي. بس ان شاء الله نحن لها زي ما بنقولوا. فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن عبد الله وكابتن احمد عبد الفتاح. في الفاصل القصير كده وصلنا لحل الدايلما اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل الفاصل، وهي فكره انك انت تقنع اللعيب بتاعك انه ينزل المباراه كانه مغلوب 1-0 عشان يطلع احسن ما عنده. تنفع الطريقه دي يا كابتن عبد الله؟ والله كان بيتلينا زمان وزمان. يعمل حسابك كده مثلا في الفرق او الماتشات اللي هي مثلا زي ما بيقولوا كده معقربه شويه كده في الملاعب بتاعت افريقيا كده، وطبعا الملاعب كان زمان غير ايوه عارف دلوقتي. هو على فكره القصه دي مش كوره بس، القصه دي حاجه فينا في ثقافتنا. هي احنا ما بنتحركش الا لما نحس ان احنا بنواجه المشكله او ان احنا ما يعني ما انا قلت لك كده في الاول، امتحان بكره يبقى نذاكر ليله الامتحان. ما قلت لك كده اللعيبه ما كانتش هتلعب رمضان بكره، يبقى يلا اللي بيجي في جون ما لعبوش الا لما يجي فيهم جون وفكروا في الخساره. صحيح، لكن يلا معلش. هي الفرق في الدوافع، هي الفرق بس في الدوافع. كل ما اللعيب انا بيتهيالي ان اللعيب من لما بيبتدي ناشئ صغير يعني، وانتوا طبعا تقدروا تتكلموا يعني مكسب، روح المكسب على طول. مش بس روح المكسب، بيبقى حلم كبير جدا اليوم اللي هاجي فيه والعب منتخب، يعني اليوم اللي هلبس فيه تيشيرت منتخب مصر. طبعا اكيد يعني ده بيتهيألي شرف كبير جدا. طبعاً. الناس كلها بتسعى لتحقيقه، فلما توصل له لازم انا يعني في كتير من الجمهور، انا امبارح كنت لسه بحكي والله للزملاء، امبارح ثلاث مواقف في نص ساعه في ثلاث اماكن مختلفه، الناس تتجمع وتتلم تقول لي انه الاهلي لو بيلعب يعني لو خدنا الاهلي يلعب منتخب مصر عشان الهرمونيه والترابط. انا فاهم، بس لا، احساس الناس انه اللعيبه بتدي كل ما عندها، الروح والغيره والروح القتاليه في النادي، الناس مش واصل لها ده في المنتخب. وده خد بالك اثر شويه على مش الانتماء مش الانتماء يعني مش قصه مصر ما فيهاش خلاف، لكن على فكره دعم المنتخب او الاحساس بالمنتخب، حسوا انه اللعيبه مش بتطلع. وعشان لسه بتكلم فيها برضو النقطه دي، ان حته قلنا زي السوشيال ميديا كده، زي ما كنت بتتكلم على السلبيات، السوشيال ميديا دي بتوصل للعيبه. ليه اللعيبه معلش بيخلص الساعتين بتوع التمرين بتاعه ويبدا يمسك الموبايل، لو نزل صوره او نزل فيديو بيتابع ليه؟ أيوة. تبدا الجماهير تتكلم، اقطعوا النت عن مصر، اقطعوا النت والله. على قد ما هي اللعيبه فعلا انا بتتاثر بالكلام بتاع السوشيال ميديا. هي فبقت هي القصه كلها دلوقتي ان اللعيب داخل منتخب مصر بيبدا نتكلم بقى. عشان كده بقول يا جماعه شيلوا الانتماء، اقوى سلاح في القرن ال21، شيل الانتماء وانت داخل منتخب مصر. ثقافي، سياسي، اقتصادي، رياضي، دخل حياة الشعوب كلها في القدم العرش. طيب نروح لملفنا الأهلي عشان وقتنا. ماتش صعب جدا يوم الجمعة قدام فاركو. الأهلي الحقيقة يمكن نتيجة مؤجلاته محتاج مجهود مضاعف، عنده ضغط مباريات كبير جدا، جاي من توقف دولي، فترة غياب طويلة جدا، راحة سلبية جزء أول، نص الفريق بيتمرن لوحده، نص الفريق هيتمرن اليوم اللي قبل المباراه. حسابات كولر ممكن لماتش الجمعه تحديدا تكون ايه يا كابتن احمد؟ بص انا بحس ان الذاكره بتتعد سنه وسنتين نفس الكلام ونفس السؤال في نفس التوقيت، ان لعيبه النادي الاهلي في نفس الوقت ده كانوا جايين من بطوله مثلا مهمه مع المنتخب، وبرده عندهم ماتشات مع رجوع من كاس العالم ورجوع من بطوله افريقيا، عندهم كميه مباريات مؤجله غير طبيعيه. دي مشكله كبيره جدا. الحمد لله الموسم اللي فات واللي قبليه قدرنا تدرجنا الموضوع ده وقدرنا نتغلب عليه. افتكر الموسمين اللي قبليهم كان حصل لنا مشكله كبيره جدا مع مستر موسيماني، وخسرنا 2 دوري. انا شايفهم 2 دوري مش ممكن نخسرهم بالشكل ده، بس اللعيبه كانت مجهده جدا واتحطوا في مشاكل كبيره جدا بسبب الماتشات اللي ورا بعض. لا والتحكيم برضو في الاثنين سيزون دول بالظبط، والتحكيم في الاثنين سيزون دول ما كانش. مش هنرجع نفتح الملفات اللي احنا بنتكلم فيها، بس الحاجه المهمه دلوقتي اللي هي قصه اللي احنا نقابله الفتره الجايه، ال 10 ماتشات او 9 ماتشات اللي جايين. عندنا مدير فني بصراحه مستر كولر بيعرف يشتغل الحته دي كويس قوي، بيشتغل الروتيشن كويس قوي، مجهز ال 30 لعيب على اعلى مستوى. صحيح، اللاعب البديل واللاعب الاساسي واللاعب حتى اللي بره السكور لما بيخش ما بتحسش باي فوارق. ليه؟ لان ما شاء الله مجلس الاداره عندنا جايب لنا في كل مركز
اثنين او ثلاثة لعيبه مفيش، الفروق قريبه جدا من بعض. تمام. ولو اتكلمنا في كل مركز ما شاء الله دلوقتي، يعني مثلا لو الماتش الجاي رامي ربيعه او محمد عماد بفكر ان هو يريح فيه واحد فيهم، انت ممكن تفكر تريح الدوليين اللي شاركوا، بس مش كل اللي لعبوا الماتش، اللي لعبوا الماتش يعني والدوليين اللي ما لعبوا، يعني عمر كمان ما لعبش، هيلعب ياسر ابراهيم ما لعبش، لان انت كنت عندك مشكله في الباك الشمال. هيلعب عمر كمان، هيلعب باك شمال عمر كمان، هيلعب محمد هاني لعب شويه الماتش اللي فات، ممكن يفكر في نص الملعب، هتفكر في كوكا. عندك عمر السوليه موجود وقفش. أي. برضو امام لعب جزء كبير من الماتشين، توقع عدم وجوده. الحته اللي قدام بقى كله ممكن وسام بس بسبب الاصابه. ايوه هتلاقي مثلا حسين الشحات موجود، وبرسي تاو برضو ممكن يبقى بره الحسابات. هتلاقي كهربا موجود، عندك كريم وطاهر وعبد القادر رجع، ما عندكش مشكله في ورضا سليم طبعا. انا بالنسبه لي رضا بقى ياخد الجناب اللي قدام، وقت رضا ده بص انا عندي اجمد مكان في النادي الاهلي، الحته اللي قدام ناحيه اليمين وناحيه الشمال. تمام. اي حد فيهم هيلعب مفيش مشكله، بس كان احمد عبد القادر، طاهر محمد، طاهر حسين الشحات، بيرسي تاو، المغربي رضا سليم. اي واحد من الخمسه عندك مشكله انك انت تسمع تلاقيه موجود، مش مشكله خالص. كريستو من اللعيبه اللي انا شايف ان هي مظلومه ومش متشافه كويس. أيوة. فلازم يطلع عارة زي كندوسي. أيوة. لعب طلع وظهر بشكل جيد، لازم يطلع، وده صغير في السن هتستفيد منه لعيب جيد جدا. بص كندوسي وكريستو تحديدا ككواليتي لعيبه من اللعيبه اللي بتعجبني جدا، يعني اتمنى ان هم ياخدوا فرصه ويثبتوا طبعا. بالزبط. لكن خد بالك برضو انه قصه الاهلي غير، يعني في اوقات انه في لعيب بيلعب تحت ضغط، عنيف جدا طبعًا. بس اتمنى لهم الحقيقه التوفيق، سواء قندوسي الموسم الجاي لو ليه نصيب يبقى مع الاهلي، وحمد داوي كريستو انا بشوفه فاكهه الكره في تونس، مستقبل الكره في تونس. فاتمنى ان شاء الله انه ياخد، خد بالك صغير خبراته مش كبيره. وفي نقطه برضو عايز اقول عليها برضو بتاعت كريستو والقندوسي، رجع دايما مش لازم ان اللعيب ده فلته ويبدا يثبت نفسه او هو يبقى النجم بتاع الفرقه، على قد ما هو في مدير فني بيحب يشتغل بنظام المجموعه مش بنظام النجم الاوحد. صحيح. فما بيدورش دايما على النجم اللي هو يعمل لي الفارق، على قد ما هو بيدور على السيستم بتاع الفريق. صحيح. هنفرد وقت اكتر بكره الماتش فاركو تحديدا، وكمان داخل معانا اليورو، استعدوا لوجبه يعني من امتع واحلى البطولات على مستوى العالم. بقول انها كاس عالم ينقصها بس البرازيل والارجنتين، تبدا ان شاء الله يوم الجمعه، وجبه دسمه جدا هنتكلم عليها بكره، ونقدم لحضراتكم بطوله اليورو اللي بتستضيفها المانيا على الساحه. بشكر كابتن عبد الله جلال، شرفتونا ونورتونا، وبختم بكل التوفيق لكابتن حسام، كل الدعم ان شاء الله ليه في مشواره، عنده فرصه كبيره جدا ان شاء الله باذن الله يقدر يشتغل فيها ويتطور معاه اداء المنتخب. بشكركم على المتابعه، تحياتي لكم.